البلد كله فضايح، الفساد وين ما كان، والجمهورية عم تسقط. كلنا مخدرين، كأنه تعودنا على الفساد، كأنه خضعنا للأمر الواقع. بلا مورفين، برنامج سياسي جديد بيقول لا، بحط الإصبع على الجرح بمواقف قوية وأسئلة جريئة، من دون عواطف ومصالح، من دون كفوف ومن دون خطوط حمر. نحنا رح نحاسب ونتهم، نحنا رح نخوف وما رح نخاف، رح نسأل كل الأسئلة وعن كل شيء، لأنه التخدير ممنوع بعد اليوم رح يكون برنامجنا بلا مورفين. هلال التوترات مشتعل من باكستان إلى كردستان العراق إلى البحر الأحمر وسوريا ولبنان وصولاً إلى غزة والضفة الغربية. إيران هي المحرك الأساسي لهذه المواجهات، حيث قصفت كردستان العراق وحضورها غير خفي من اليمن إلى لبنان إلى غزة. فهل قررت إيران مواجهة التحالف الدولي مباشرة، أم ستبقى المواجهة تحت الطاولة من خلال أذرعها في الساحات العربية؟ في لبنان عمليات القصف والقصف المضاد صار الخبز اليومي للجنوبيين، ويدخل أحياناً في الروتين العسكري، لضربات نوعية بل عمليات تتكرر بشكل شبه يومي، وإن خرجت في بعض الأحيان عن قواعد الاشتباك المتعارف عليها. هذا على الحدود، أما في الداخل روتين سياسي ومراوحة على مستوى الملفات الداخلية، فملف التعيينات العسكرية ولا سيما رئاسة الأركان متعثر بسبب رفض وزير الدفاع هذه الخطوة، وملف رئاسة الجمهورية لم يحركه العشاء السري الغير سري الذي جمع فرنجي وجنبلاط في كليمانسو، لأن فرنجي يدرك أن الأفق مقفل بالفيتو السعودي ورفض الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين هذا الترشيح، فيما زيارة أموس هوكستين لم تحقق أي خرق بدليل مغادرته من دون الإعلان عن أي نتيجة إيجابية، وبقي المواطن وحيداً يئن تحت ضربات الجوع القاتل، ولبنان الغارق في همومه وأزماته غرق في عاصفة الأمطار الغزيرة، وكأنه لم ينقصه في هذا الزمن الرديء إلا حكومة تصريف أعمال عاجزة عن تصريف المياه. كل هالمواضيع منناقشها مع ضيفنا رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران. أهلا وسهلا فيك ببرنامج بلا مورفين. شكرا، أنت اليوم مستقبلنا عندك. كنا الشرف. ثانك يو. بالأمس قال الوزير الإسرائيلي حزب الله ولبنان رح يدفعوا الثمن باهظا في حال تدهورت الأوضاع. إلى أين نتيجة الأوضاع ستؤول؟ هل فعلا إسرائيل تستعد لضرب لبنان، أم هي غير قادرة على فتح هذه الجبهة، وما نسبة الانخراط في الحرب؟ دائما التهديد بأي أمر بيفقد من قيمة وقوع هذا الأمر، يعني كل ما سمعت تهديد عن الحرب، كل ما شفت إجراءات ميدانية عن الحرب، مثل اللي طلع نهار الثلاثة بالإعلام العبري إنه يوم الاثنين بشمال إسرائيل صار في مناورة من أجل معركة مع لبنان، مثل الخبر اللي طلع قبله كمان بكم ساعة بقول دخلت قوة إسرائيلية على عيط الشعب وفككت ألغام. يلي بده يعمل الحرب ما بجهر فيها، ويلي عم بيحضر للمعركة ما بيعلن عن تحضيراته. تقديري ما بعرف، يعني هذا تقديري الشخصي، انه كل ما كتر الحديث عن الحرب كل ما ابتعدت الحرب. الحرب العنصر الاساسي فيها هو عنصر مباغتة، انه يكون الخصم نايم بالعسل مثل ما صار بغزة. نعم بالضبط، ويفوت الفريق الثاني. لهيك قلنا فترة عم نقول إمكانية وقوع الحرب 30% فقط، ومش عم تتغير هالإمكانية، وهالإمكانية نحن ما حسبناها هيك من فراغ، حسبناها من إنه الحرب بدها ثلاث عناصر، العنصر الأول الإسرائيلي، العنصر الثاني حزب الله، والعنصر الثالث الأمريكي. وإذا كان الأمريكي وحزب الله ما بدهم حرب، بتصير النسبة بين 30-33% اللي هي إسرائيل. ليش ما بده حرب حزب الله؟ حزب الله ما بده حرب لكتير أسباب. السبب الأول هو فقدان العنصر المباغتة، يعني اليوم أي حرب يبلش فيها حزب الله كوني أكيد مش رح يقدر يعمل 2% من اللي عملته حماس بسبعة أكتوبر، لأنه بسبعة أكتوبر بالسبت الأسود مثل ما سموه بإسرائيل كانوا أرتين سكر السبت، عم الجمعة عم بيحتفلوا السبت بالصحراء الساعة 6-7 الصبح نايمين مخدرين مع مورفين مش بلا مورفين، وفاقوا لقوا حماس عندهم. اليوم حزب الله إذا بدي يفوت يعمل الحرب، في فرقة كاملة منتشرة، في طائرات مسيرة، في سلاح جو محضر،
من الجنون أن تبتدأ هذه الحرب. هذا عامل أول. العامل الثاني، سلاح حزب الله من 2006 هو بوظيفة دفاعية، وهذا سلاح حزب الله ماخذ قرار استراتيجي أنه لن يبتدئ أي حرب مع إسرائيل، بل على الإسرائيليين هم أن يبتدئوا بهذه الحرب. تمين لام داخليا أو دولياً؟ لعدة أسباب، منا داخلي منا دولي، منا دايما أنت عم تدافع عن أرضك بتكون الناس أكثر معك ومنخرطة بهي المعركة، ومنا حتى على المستوى العسكري، أنا ماني خبير عسكري، لكن على المستوى العسكري حزب الله عنده صواريخ تدميرية، هاي الصواريخ ولا يمكن يبلش فيها، هاي الصواريخ في استعملها وقت الإسرائيلي يبلش تدمير. وفيني أجرد لك عشرات الأسباب يلي بتخلي حزب الله مش هو راح يبلش الحرب، لكن بس تبلش الحرب راح يروح حزب الله للآخر للآخر للآخر، وهذا الشيء عبر عنه بطريقة جدية وحضر له بطريقة جدية أكثر. إذا باختصار، الحرب فيها ثلاث أطراف، الإسرائيلي حزب الله والأمريكي. بما أنه الأمريكي وحزب الله برات الحرب، وعبر الأمريكي عن هالأمر مش بس بالحكي، يعني مش بس بالحوار اللي عامله آموس وكشتين، مش بس بالحوار المفتوح بين الأمريكان والإيرانية عبر سلطنة عمان، لا، عبر عنه أنه سحب البوارج الأمريكية والغواصات من حوض البحر الأبيض المتوسط ليقول أنا عن جد وعمليا مش مع الحرب. وحزب الله شرحنا لا بقي الإسرائيلي، لهيك خلقت هال 30% اللي حكينا عنها، أو إذا بدك 33.3%. حضرتك هلأ أشارت أنه إذا صارت الحرب أنه الناس بتوقف أكتر مع حزب الله. لا، برأيك إذا كانت الحرب إذا من إسرائيل، إذا قاعدين نحن ببيروت وما في ولا أي سبب للحرب، وفقنا لقينا الإسرائيلي مبلش حرب، أكيد النسبة أعلى على القليلة، على القليلة تجاه الرأي العام الدولي. هيدا هي. نعم. بس برأيك بيوقفوا معه القوى الداخلية؟ لك أنا واقعي، بدعي اني واقعي، بتمنى اكون هيك. بلبنان ما في بالنص، مع ضد، واللي معك معك كنت ظالما او مظلوما، واللي ضدك ضدك ظالما او مظلوما. لكن النظرة الدولية بتتغير، التدخل الدولي بيتغير. يعني حزب الله لو ب8 او ب9 اكتوبر بلش كب صواريخ على اسرائيل، كوني اكيد كان رح يصير تحالف دولي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ودول عربية كانت راح تشارك بالقصف. طبعا. بينما بالقلب إذا نحن موجودين ببيروت ضمن قواعد اشتباك بلس اللي هي بس يعني تتعدل شوي بلس، لهيك سميناها بلس. أوكي. وبلس يعني كل مرة الإسرائيلي بيعمل ضربة أعمى حزب الله بيرد بضربة أعمى، بيدخلوا الوسطة، في اثنين وسطة، في وسطة ميدانيين اللي هن اليونيفل عم بيتدخلوا، في وسطة سياسيين اللي هن الأمريكان، بس عم يتحارب اليونيفل كمان بالجنوب. شوفي اليونيفل دايما شو بيقولوا، اللي بفك القتل بياكل نصة، مش هيك؟ تقلوا تلتين القتل، فهني دايما قلوا تلتين القتل، هيدي قاعدة بالتاريخ يعني مش هلأ. لكن اليونيفل أنا على المستوى الشخصي صح أوان بيكون في بعض الملاحظات، لكن وجوده ضروري ومهم وأساسي. طب اليوم الرئيس نجيب ميقاتي بيقول انه ابلغ جميع المفادين الدوليين انه الحديث عن تهدئه بلبنان فقط امر غير منطقي، وان لبنان لا يقبل بالبحث عن اتفاق خاص مع احد فيما الشعب الفلسطيني يتعرض كل يوم للاباده الجماعيه. هذا الموقف اثار امتعاض قوى المعارضه وخصوصا المسيحيين منهم، وهو موقف بيتقاطع بوضوح مع موقف حزب الله، فهل يعتبر ذلك نوعا ما غطاء رسمي لحزب الله؟ أنا آخر واحد بالعالم بدافع عن نجيب ميقاتي، وبيناتنا طار من ملف الإسكان وأنت وجاي، لكن للحقيقة وللأمانة نجيب ميقاتي هون عم بيوصف واقع موجود، مش هو خلقه، في واقع موجود هو عم بيوصف هذا الواقع، وهذا الواقع بات مسلم به من قبل الأمريكيين. يعني الأمريكيين صاروا مسلمين بأمر واقع، وهو الجبهة بلبنان ما بتوقف إلا لتوقف الجبهة بغزة. عم بيجي الأمريكي يرتب أمرين، الأمر الأول إنه طيب ماشي نخفض نسبة التوتر قد ما فينا، والأمر الثاني نهار اللي بتوقف في المعركة بغزة كيف بنرتب الواقع بلبنان وكيف بيكون هذا الأمر. برأيي نجيب ميقاتي عم بيبيع بأمر صار متفق عليه. ونعم مزبوط، نجيب ميقاتي بهالأمر عم يرضي حزب الله صح، لكن بنفس الوقت مش عم يغضب الأمريكيين، وهذا الالتباس يلي واقع عند دكتور. لا، نجيب ميقاتي مصرف مع حزب الله ضد الأمريكيين،
الأمريكيون وحزب الله اتفقوا على هذه المعادلة، تستمر الحرب في لبنان ما دامت في غزة لكن بسقوف أدنى، وماذا عن اليوم التالي؟ طب معلش، اليوم حزب الله يتفق مع الأمريكيين والأمريكيين هم على هالقاعدة التالية، بس أنه اليوم حزب الله وجوده وسلاحه هو لمحاربة إسرائيل، وبنفس الوقت الأمريكا بالنسبة له هي حليف لإسرائيل، أي الشيطان الأكبر. طب كيف ممكن يتفق معها على أمور لأنا؟ حلو السؤال. وقت اللي بصير مباراة ملاكمة بيكون اثنين اللاعبين كل واحد منه بده يربح على الثاني، بس بيكون في حكم بالنص. وقت اللي بيصير في فايت، هذا اللي بيعملوه بتايلند، بيفوتوا بيقتلوا بعض، انه واحد بده يموت وواحد بيبقى طيب، نعم، بيكبوهم بقفص، بس كمان بيكبوا مع الحكم بمطارح يتدخل. اليوم وجود ما يسمى قواعد الاشتباك، هذه القواعد الاشتباك تحولت الى حكم، والامريكي ادخل نفسه في هذه المعادله، ويلي هو بيقول حكما داخل، ويلي بيقول انه في حرب هيك بالمطلق اليوم بروسيا واوكرانيا. الاماراتيين بفوتوا ببادلوا اسرى بين الاثنين، السعوديين بفوتوا بيعملوا اوقات معادلات في بعض المناطق او تبادل في بعض المناطق، وبالتالي ما في حرب. مش مزبوط انه والله في حرب هيك حرب مطلقه، مش صحيح. حتى الحرب اليوم بين حماس والاسرائيلي، فايت القطري والمصري بيعملوا مرات تبادل، وبيعملوا مرات هدن، وبفوتوا امرات ادويه وهيك، وبالتالي هذه الحروب لا تخاض دون حكم وقواعد. نعم، الأمريكي والمجتمع الدولي موجود في هذه القواعد، هل قد بسيطة القصة؟ طب شو بيقول جماعته اللي كان عم يحقنهم؟ في حقن؟ لا لا لا، بيقول السيد حسن بالعكس بخطابه ما قبل الأخير طلع قال الخطابات القديمة، طلع قال في فرصة تاريخية من أجل تحرير أرضنا وتحقيق مكتسبات في اليوم التالي. سيد حسن طلع قال الأمريكي بلش عم بيهددنا وانه يقصفنا، وانتهى عم ينقلنا تهديد الاسرائيلي. لا، سمحت السيد هو شخصيا عم يتولى الحرب الاعلاميه على عده مستويات، اولا على المستوى الاسرائيلي، واليوم كل خطابات السيد يا بتنقل يا بتترجم وبتتفاعل بالاعلام العبري، سواء كنت بتحبيه للسيد او ما بتحبيه، لكن هي هي الحقيقه. والامر الثاني انه عم بيحكي كمان مع جمهوره، وعم بيطلع الجمهور على بعض هذه التفاصيل مع الاشاره. انا رايي الشخصي انه السياسه هي امر نخبوي، نحن بس بلبنان عاملين السياسه انه شان شعبي، مش مزبوط. يعني اذا انت كنت هلا بفرنسا بامريكا وين ما بدك، الراي العام بيهتم بالضرائب، مزبوط، بيهتم بالقوانين اللي كثير بتعنيه مثل قانون العمل، مثل قانون الهجره، بس بقيه التفاصيل اللي لها علاقه بالدبلوماسيه والسياسه العليا، لانه بلد بس بلد عنده، بس نحن بلد غريب عجيب، لا لانه المواطن هونيك اخذ كل حقوقه. نحن اليوم مزبوط، المواطن مش اخذ شيء من حقوقه، صح 100%، انا موافق. لكن الدبلوماسيه والمفاوضات الدبلوماسيه شان كثير نخبوي، جد شان كثير نخبوي، وشان هلا بلبنان ما في سر مخبى. يعني هوكستين بيجتمع الساعه 2 مع الياس بوسعر او مع حي الله حدا، 2:45 في خبر كل شيء، انا وغيري شيء 20 واحد. فبلبنان ما في اسرار، لكن الدبلوماسيه شيء معقد، فهمه يحتاج الى اليات مختلفه. اليوم حضرتك باحد المقابلات قلت ما كتب قد كتب. نعم. هل حزب الله محشور؟ لا اكيد انه محشور، لكن حزب الله مبسوط؟ طبعا مش مبسوط، عندك كل الجرأة لك، ما حدا بينبسط بالحرب. يعني اليوم عم نحكي عن، كنا عم نحكي عشرات الشهداء، اليوم فتنا مئات الشهداء، كنا عم نحكي عن آلاف النازحين، اليوم فتنا بعشرات آلاف النازحين. طب أنت برأيك إنه في حدا بينبسط بالقتال وبالحرب؟ أكيد حزب الله مش مبسوط بالحرب، لكن الواقع إنه حزب الله أمام خيارين، إما هذه الحرب بهذه الوتيرة أو الحرب الكبرى، رح يجرب يضل بهاي الوتيرة ليجي حل سياسي، وإلا الحرب الكبرى على مسؤوليتي مش رح يبلشها إلا بحالة واحدة. حتى لو ضلوا عم يصفوا له أحد يعني قياداته شبابه. اليوم كان في قاعدة بتقول قبل الحرب بسوريا وأوكرانيا أن الحروب تقاس بالأيام، وأطول حرب يمكن كانت حرب 33 يوم بعدوان تموز. إجت الحرب بسوريا قال أنه لا، الحروب تقاس بالعقود، وقطعنا أول 10 سنين وصلنا بـ 12. بأوكرانيا قطعنا أول سنة ونحن بالتاني، وبالتالي لا، هذه الحروب علينا أن نعتاد عليه، وأعتقد أن حزب الله اعتاد عليها. يعني حزب الله
طب شو مصير اللبنانيين؟ ليه اللبنانيين بدهم يعتادوا على حرب؟ ما لنا حربهم هلا، مش كل اللبنانيين يعني، نحن هون قاعدين هلا بالحزميه شعرة بالحرب. لا بس انه اكيد البلد يعني منه مثل ما لازم يكون. لكن انت برايك اليوم بالاردن مش بس كمان مش منطق انه اليوم اللبنانيين بالجنوب شاعرين بالحرب الله. وانا وياكم بالحزميه قاعدين حياتنا بدها تكمل طبيعي، صح وقت صح في اطلع مين لكن دلوقتي. لكن مقصود ستنا الكريمه وقاصد حزب الله انه ما يعمم هذا الجو بالقتال بالجنوب ويوتر كل الاجواء اللبنانيه. ولو حزب الله رح اعطيكي مثل مباشر، هلا عم تعمل كانه حزب الله انه عن جد هو قيم وكثير حريص على انه اللبنانيين كلهم يكونوا عايشين رأيي بسلام. ايه بس انه هل انه هو بده كل العالم تكون عايشه بسلام؟ حاعطيكي لماذا لا ينخرط في الدوله وبيسلم سلاحه وبيعمل مثلا فصيل بالجيش اللبناني وبنعيش وحده وحده. أول واحدة إيه، حزب الله ما بده توتير أكيد، ورح أعطيكي أدلة. لو حزب الله بده يوتر على عشرات الآلاف من النازحين بلا ما يكون حزب الله مع حركة أمل عم يهتموا فيهم بجنوب حصرا دون أن يشعروا اللبنانيين بهم، كان بيقدر حزب الله طالب من وزير التربية يفتح لهم المدارس ببيروت لتكون مراكز إيواء وأأمن. ما عمل هيك. ليش ما عمل هيك؟ لأنه بده الحياة تستمر قدر ما يشاء. وإذا هلأ منروح أنا وحضرتك عصور وعن بطية كمان ما بتشعري بالحرب تقريبا مثل بيروت، مش 100% بس تقريبا مثل بيروت. ليش؟ لأنه حزب الله ما بده يدفع فاتورة الحرب قبل وقوع الحرب. واحد. اثنين، لا أنت رح تقنعيني ولا أنا رح أقنعك بالموضوع الكبير الاستراتيجي اللي اسمه حزب الله وسلاح حزب الله، وفينا نضل نتجادل من هلأ لا تقوم الساعة. أنا واقع، نعم، لا حضرتك رح تقتنعي مني أنه سلاح حزب الله وجوده وحرصه، ولا أنا أنت رح تقنعيني أنه حزب الله يدوب بالدولة. هاي الدولة اللي مخليتنا مش قادرين نتكل عليها بالكهرباء وبدواء السرطان ماشي والسير، يعني طب ما دولة هالقد ضعيفة كيف فيك تتكلي عليها؟ هذا نقاش عبثي ما بحب نقشه بصراحة. أوكي. مش رح نوقف لمطرح، مش رح نوصل لمطرح. طب بس ما نجي نحكي، إذا ننفقس هلأ زر الأحلام وقل لك شغلة اليوم، أمين عام حزب الله دايما بخطاباته كان أنه إذا إسرائيل بتقرب ونحن موجودين لنحمي جنوب وسلام، وإسرائيل قربت، هل هو كان ناطر لهيدا ليكون في وسيط لما يفوت بالحرب طالما هو كمان أطلالاته عم بيقول أنه بيروح فيها للآخر وبيوصل فيها للآخر ومعه أسلحة تدم؟ طب لماذا بغض النظر أنه اللبنانية وأنا وأنت ما بدنا الحرب، بس هو كقائدي وكوجوده قائم على هيدا الشيء، ليش ما فات بالحرب؟ رح بسط لك إيه. تفضل. بتروح إلى تشتري مسدس وبيت سكر، أنتوا بعرف أنكم بتقوسوا وبتصيبوا. بتروح إلى تشتري مسدس، في عدة أنواع من اللي بيشتروا مسدسات. فيك تشتري مسدس لتحمي حالك إذا حرامي فات على البيت أو بده يشلحك سيارتك. طبعا. وفيك تشتري مسدس لأنه جارك أزعر بالبناية وبتخاف في شي نهار يقتح بالبيت. وفيك تجيبي مسدس لا سمح الله لتسرقي بنك من البنوك الموجودين بالطرقات، وفيك تحملي مسدس لحتى أنت تعتدي فيه على الناس. في أحمل مسدس كمان تكون أنا القوي وما حدا يقرب صوبي. فيك، بس ما في غيرك معه كلاشين. ما شفت حدا معه كلاشين. فالسلاح عنده وظيفة. اللي جربنا نقوله بالجزء الأول من الحلقة، حزب الله بمراجعة داخلية بال2006 بعد الحرب إجا أنا وظيفة السلاح هو أن يكون سلاحا دفاعيا إذا ما حاولت إسرائيل مرة أخرى اجتياح لبنان. طب ماذا عن 7 أيار؟ هلأ رح جاوب، بس خلينا نقلص أول واحدة. اجت 7 اكتوبر، اولا ما كان معه حزب الله خبر انه حماس بدها تعمل هيك، وهذا الحكي مش بس حكي انا، حكي حتى الامريكي حتى الاسرائيلي. بالاول كان طارح اسئله، اليوم لم يكن يعلم. لا اكيد لم يكن يعلم، مبلش بثمانية من دون اي تنسيق ومن دون ما يعرف شيء عن العمليه. وهالامر طب ليه برايك حماس خبت عن حزب الله هيدا الموضوع؟ شوفي، ما هي حماس مثل سياره الهايبرد، يعني اللي بتشتغل على الغاز وعلى البنزين او على الكهرباء وعلى البنزين. حماس معنا. حماس هيك قالوا. حماس عندها خطين او هويتين، الخط الاول هو خط الاخوان المسلمين
والخط الثاني علاقتها بإيران. وبالتالي نحن دائما بنغلط وقت اللي بنقرا حركه حماس. وفيكي تتاكدي انه انا مش هذا السؤال الثاني بس بدي انا قبل الحرب مش كثير معجب ولا مغرم لا بالاخوان المسلمين ولا بحركه حماس، لكن بالحرب انا بتعاطف معهم لانه في قضيه انسانيه من وحش اسرائيلي، لكن على المستوى العقائدي هلا بفوت على العقيده بقول لك انا ضد الاخوان المسلمين، ضد الاخوان المسلمين بكل العالم الاسلامي، ومؤمن انه جزء من مشكلتنا في هذا العالم. لكن وقت الحرب بنحط هاي المشكلة على جنب وبنقوم منخرطين بدعمهم بالكلمة اللي هي عنا إياها سلاح. وبالتالي الاعتقاد أن حماس لإيران مثل حزب الله لإيران غلط، لأنه حماس نعم عندها خطين هويتين، هوية أولى إخوان مسلمين، وهوية تانية هي هوية العلاقة مع إيران والحرس الثوري الإيراني. نعم حزب الله لم يكن يعلم، والإسرائيلي والأمريكي أصبحوا على يقين بهذا الأمر، وحزب الله لم يرد هذه الحرب ولم يخطط لهذه الحرب. ومش صحيح انه حزب الله عباله هاي الحرب وقال لك ان في بسبعة شهر من عشية بلش رمي صواريخ، لكن حزب الله فتح الجبهة بحسابين عبر عنه حزب الله نفسه. الحساب الاول انه خي انا عم ساند غزة، لكن دون اني اخرط كل اللبنانيين في هذه المعركة. نعم. وعبر السيد عن الموضوع اللبناني بخطابه الأخير واللي قبله بشكل كتير واضح، عم بجرب ما يغضب كل اللبنانيين يلي معظمهم ما بدوا الحرب، وبنفس الوقت عم يرضي نفسه والله بقصته اتجاه غزة. والأهم من هولي كلهم عم بخسروا للإسرائيلي عنصر المباغتة. يعني اليوم طلع تصريح لأحد الوزراء بالحكومة الإسرائيلية عم بقول كنا بعشرة 11 على شفير الذهاب لحرب مع لبنان وقدرنا نمنع نتنياهو من هيك. نعم. طيب شو اللي اليوم مانع نتنياهو يعمل حرب؟ عدة أسباب، من ضمن الأسباب أنه حزب الله منتشر بالجبهة وشادد حاله، بيخافوا من حزب الله أو من شو بيقدر يعمل حزب بيخاف الله؟ بيخافوا أنه اللي تهجروا اليوم بشمال إسرائيل المستوطنات اللي حدنا شي 100,000، إذا حزب الله بده يكب صواريخ على الجليل اللي هو أوريدي مرة وصل له يعني أو أكثر من مرة، 100,000 بصيروا 500,000. طب هو 500,000 هم بدهم يروحوا هل قد الحسابات بس مش أكتر بس. طب اليوم هناك تردد انه هناك استعداد انه حماس تجري صفقة مع اسرائيل يكون ثمن رأس حزب الله، وهالصفقة تطلع للعلن وكلنا بنعرف انه حماس هي مش جناح واحد كذا جناح، ما مدى صحة هذه المقولة؟ اولا بده يبيع شيء بده يكون بيمتلكه، مش هيك؟ انت بتموني على الكاميرا لانه ملكك، انا بموني على الكبي لانه ملكي. حماس مش هي بتمتلك حزب الله لا تقدر تبيعه او تشتري فيه، لا هذا الحكي بعتقد حكي خيالي. الاسرائيلي حط هدف هو مش عم يقدر يوصل له، القضاء على حماس، وقسم معركته بغزه لثلاث اقسام، الاسم الاول قصف الجوي تدميري، الاسم الثاني الدخول البري والقضاء على حماس، والاسم الثالث الانسحاب من القطاع وادارته امنيا. انتقل للاسم الثالث من دون ما يحقق اهداف الاسم الاول والاسم الثاني. اليوم نتنياهو بيطلع بيقول قضينا على 20% من حماس، 40 50 80، مش عم بيسترجع يقول قضينا على حركه حماس، والدليل انه الاسرى الاسرائيليين بعدهم تحت الارض مع حركه حماس مش عم يقدروا يحررون. لا هذا السؤال بصراحه يعني مش واقعي. اليوم شفنا امين عام حزب الله طلع أو حكى أنه اليوم إيران ما خاصة بالقرارات اللي هو عم يخدها. طيب هل حزب الله هو فصيل من إيران أم لا؟ بدي يعني تقلنا، يعني شفناه عم بيدافع أنه إيران ما خاصة وهو عم يخد القرارات. هلأ أنا رح جاوبك وأنت مش رح تقتنعي. بلا يمكن أقتنع. بس رح جاوب. لا أنت بتقنع. أولا وقت الأمريكيين تواصلوا مع الإيرانيين عبر سلطنة عمان قالوا له روحوا أنتوا حكوا مع حزب الله. يعني شوف نحن ما بنحكي ولا من نوع الحزب والله. ولهيك آموس أوكشتين فتح التليفون مع اليسبو صعب، واليسبو صعب فتح الاتصال مع حزب الله بناء إلى الكلام الإيراني. اثنين، اليوم وقت الإيران تعرضت لعدوان مرض حزب الله، يعني مش حزب الله قصف إقليم كردستان، ومش حزب الله قصف باكستان راح مجموعة من هون تقاتل بباكستان، لا، وقت اللي تعرض إيران لضربات أكثر من ضربة ردت إيران على هذه الضربات. بقول لك إنه حزب الله وإيران كل واحد منهم من كوكب وبيعملوا زوم ميتنج آخر الشهر، لا أكيد مش هيك.
لا في علاقة استراتيجية، لا تقنع في أكيد أكيد في علاقة استراتيجية لحلف استراتيجي. لكن من أول لحظة شو أجوا قالوا الإيرانيين؟ قالوا الإيرانيين ملف لبنان بل ملف المنطقة العربية تقريبا كله عند السيد حسن. على عكس يعني مثل ما أنت مسلمينه هيدي المهمة، مثل ما أنت بتعمل مسلمينه هيدي المهمة، مثل ما أنت بتعمل شراكة مع حدا بتوثقي فيه، نعم. ما بتجي كل يوم بتقولي له شو عملت، هو بيتصرف لأنه أنت بتعرفي أنه هو رح يتصرف صح. بين إيران وسوريا والحشد الشعب بالعراق، نعم. وحزب الله والحوثيون في اليمن في شراكة، وهذه الشراكة شراكة عقائدية تجعل من أي فريق حين يتصرف حكما يكون يخدم الفريق الآخر لأنه كلهم بمشروع واحد. فريق فوتبول من 10 لعيبة وحارس مرمى، طبعا أي لاعب بيحط جول بنحط الجول لكل الفريق، هن فريق واحد بمشروع واحد. ماذا عن الحرب الإقليمية وضربات البحر الأحمر؟ وهلأ عم نشوف أنه في حرب مستجدة بين إيران وباكستان، كيف تقضيها؟ نحن اللبنانية يعني بالمونديال بنصير معلقين رياضيين لكن جربنا هيك نشوف. أولا اللي القصف اللي صار بين إيران وباكستان هو بالتنسيق بين البلدين. يعني ليه برأيك حركت إيران بعض الجبهات مباشرة؟ سألت أحد الزملاء اللبنانيين اللي بيشتغل بطهران واللي بيعرف أكيد أكثر مني. نعم. أنا بالمحور بس مش بالموضوع الإيراني مش كثير يعني تابع. أوكي. قال لي حرفياً ما يلي، عملوا تحقيقات بإيران لأمرين. الأمر الأول هو اغتيال رضي الموسوي بسوريا، والأمر الثاني التفجير اللي صار بالذكرى الرابعة للشهيد قاسم سليماني. وحددوا المطورتين اللي هن تنظيم أصولي موجود شقفي منه بسوريا وشقفي منه بباكستان، واللي هن الموضوع الإسرائيلي عبر القاعدة الموجودة بأربيل. وهيك سددوا الأهداف ونسقوا مع باكستان، يعني اثنيناتهم مختصمين يعني خصومهم نفس هذا الحزب، هو حزب العدل بعتقد اسمه. نعم. واثنينهم قصفوا، وهي الحزب عنده فرعين، فرع بإيران وفرع باكستان. الفرع بباكستان قصفته إيران، والفرع بإيران قصفته باكستان. نحن أو جمهور العربي أو جزء من الجمهور العربي لأنه كتير بحب الحروب، بعتقد أنه علق بين باكستان والهند ما فيهم يعلقوا، باكستان والعصوري وإيران ما فيهم يعلقوا، ما فيهم يعلقوا لكتير أسباب. باكستان وإيران يعني سني شيعة من الآخر، أنت عم تحكي تقريبا. طب الحرب أليست هي سنة شيعة؟ خلص هيدا الموديل صراحة. هلا اي موديل خلص هيدا الموديل بمحطتين. اول محطه لما قدروا الصينيين يجمعوا السعوديه وايران، ولمعلومات حضرتك وقعوا اتفاق لعشر سنين لكيفيه اداره النفط، وهيدي الاداره هي اداره صينيه روسيه سعوديه. وبالعمق القصص ما لها علاقه بالدين، دائما القصص او اغلب الاحيان لها علاقه بالمال. يعني اللي قدروا عملوا الصين اتفقوا مع السعوديين وايران على سعر النفط وعلى كيفية بيع النفط، لانه اليوم الصين هي اكبر زبون للسعودية ولايران. اين تقف السعودية اليوم؟ شوف محمد بن سلمان عامل رؤية للسعودية، هلا هي الرؤية بنحبها ما بنحبها، لكن هي الرؤية السعودية بصراحة اذا هلا بيعمل تصويت بالسعودية يكون اكيد بيربح، لانه هي الرؤية قائمة على رفاهية المواطن السعودي. والسعودية اولا مش بعد شعار لبنان اولا، وانه انا ما بدي اهتم خارج السعوديه بشيء. في راي، في راي بيقول السعوديه عم تغلط وقت اللي عم تطلع من المسرح الاقليمي والعالمي. في راي تاني بيقول طيب ما السعوديه حاطه 150 مليار بالمشروع الاقليمي ومش عم ينجح ومش رح ينجح لعده اسباب. بلا ما تحطوا هال 150 مليار على لبنان وعلى سوريا وعلى الاردن ويجيبوا لها مشاكل، وعلى اليمن ويجيبوا لها مشاكل، لا خليها تحطهم بالسعوديه وتطور السعوديه وتصير السعودية سنغافورة جديدة، يعني سنغافورة الشرق الأوسط. نعم. نعم محمد بن سلمان يسعى إلى أن تكون السعودية سنغافورة الشرق الأوسط. السنة بلبنان، السنة بالمنطقة زعلانين لأنه مش عم يصرف عليهم. بلبنان طبعا ليك، والدليل المؤسسات السنية من بيروت وجر اليوم عايشين بضائقة. أنا ابن المقاصد. ماذا عن خلفاء السعودية في لبنان؟ أنا خريج من المقاصد، بزعل وقت اللي بشوف مؤسسات السنية عم تضعف. نعم السنة في لبنان كما دول الإقليم غاضبون من عدم تمويل السعودية لهم، لكن السعوديون السنة فرحين بهذا الأمر لأن
تمويل يذهب إلى المواطن السعودي. طب اليوم الصنة بلبنان من بعد ما فل الرئيس الحريري بتحسهم مشتتين، ما رح يقدروا يلتموا على شخصية تقدر تجمعهم برأيك؟ صراحة إشت الانتخابات بيّنت أنه بعده سعد الحريري الأول، بل بعده الشهيد رفيق الحريري بقبره الأول. يعني اليوم الانتخابات بنتائجها مش مبين انه في بديل جدي عند السنه. يعني اللي كان هدفه يقتل الحريري كرمال انه يضعف السنه ما قدر يوصل سعد الحريري اللي شاله من السياسه الامير محمد بن سلمان. اثنين، سعد الحريري واحد من الاسباب اللي شالته هي علاقته بحزب الله، لهيك السعودي مش راضي عنه. نعم اليوم في كان مشروع لشمسيات سنيه مناطقيه ظبطت بطرابلس، يعني اليوم فيصل كرامي زعيم بطرابلس واخد عدد من الاصوات لا يستهان به، بس هذا الامر ما قدر يصير باماكن اخرى. يعني اليوم ببيروت ما في مين زعيم. اقوى بطرابلس بين مئاتي كرامي مئاتي اشرف ريفي؟ مئاتي طلع من اللعبه، خينا فيصل افندي عنده نائبين، اشرف عنده نائب والنائب الثاني قوات. نتائج الانتخابات بعتقد انا ما عندي هلا ايون قدامي تفصيلي، لكن فيصل كرامي متقدم بنقزة عن الباقيين. طبعا نجيب مئاتي لو خاض الانتخابات بنفسه ومع 20-30 مليون دولار كان راح يتفوق. انت حضرتك جربت الانتخابات المال اساس بلبنان للاسف، وهي الحقيقه، لانه اليوم شو بتجي تعملي؟ هو قانون اعرج، اجيت بتقولي له للمواطن كم واحد انتوا بالباب، بقول لك خمسه، عال سجلناكم خمسه مندوبين متجولين وكم سيارة عنكم سيارتين، وسجلنا لكم السيارة وعلى السيارة 500 دولار، وترويق كنافة والغدا مدري من وين، لكن بيروح بيصور عن كبابجي، يعني دعاية لجارنا الكبابجي، فبيروح بيصور، يعني مش كتير حساباتها. مدام عم نحكي عن الداخل، كيف بتقروا ربط حزب الله للانتخابات الرئاسية بغزة؟ لا مش حزب الله بس ربطها بغزة، المجموعة الخماسية مهني قبل مرة قلنا صايرين رستم غزالي لايت. هلا المجموعة الخماسية على يعني عم تطبخها، صارت على نار حامية. لا مش مزبوط، المجموعة الخماسية تحمست وقت التمديد لقائد الجيش وإيش قالت؟ مددوا لقائد الجيش، مددت المجموعة الخماسية إيش تحكي بالموازنة. نعم، ولهيك رح يكون في موازنة الجمعة الجاية. المجموعة الخماسية عم بيحكوا الاتفاق مع الصندوق إنه ما تقطشوا هالحبل اللي واصل بينكم وبينه. مجموعة الخماسية فاتت على موضوع الغاز وأخذوا القطرية الحصة الروسية. لا المجموعة الخماسية عم تلعب دور بلبنان، لكن بالاستحاء الرئاسي مش مبين رح يطلع بأمره شيء. صح هلا أول ليش شوار. ما رح يطلع بأمره شيء؟ لا لحسابين، وين صارت المنافسة بين المرشحين؟ يعني هلا فينا نقول إنه المرشحين هن سامي فرنجية وقائد الجيش. رح أوصل له بس بدي سكر أول تفضل سؤال. مش صحيح انه حرب غزة هي والله المخرب رئيسة الجمهورية، والدليل ب 6 اكتوبر و5 يعني كنا متفقين برئيسة؟ ما كنا متفقين. لا، وبالتالي المسألة ما لها علاقة بحرب. بس ليش ربطها؟ لا ربطها لانه هو مهتم فيها اكثر. يعني اليوم وقت اللي عم بيجي كنت عم بقول اجوا عم يعني نفتر. هو بقرر الرئاسة بلبنان؟ لا ما بقرر، لا هو في صوتين هلا بنحكي عنهم. هو وقت اللي اجى حكي بالتمديد لقائد الجيش وهو هلا عم يحكي بال 1701 ووقف اطلاق النار ومنع الحرب وهيك. امبارح فيك تسمع الرئيس ماكرون كيف حكي بمؤتمر الصحفي عن تدخل فرنسا بموضوع صح. منع الحرب. اما بموضوع رئاسه الجمهوريه بكل مره بنعيدها كل مره بنعيدها، ب 15 ايار 2022 بحلقه كنا فيها على ال بي سي اي مع صناديق الاقتراع، بلشنا 6 عشيه خلصنا 2 الفجر وقت سكروا فرز اخر صندوق، قلنا على الهواء لزميلنا ماريو عبود هذا المجلس لا يشرع لا ينتخب رئيس للجمهورية. ليش طيب؟ ورجعت وعيد بتعرفي وعيد على بكره مؤخر، لقيت كلهم عم بيبعثوا لي انه شو كان بدك بهالقصة تقولها. طيب هلا كلهم عم بيذكرونا فيها، ما هيك هي المجلس بالنتيجة اللي طلع فيها. في بس رب العالمين روح القدس بدها تيجي تحل لحتى تأمني نصاب 86 و65 أصوات. طيب بس اليوم المجلس لازم يكون فيه هيدا التنوع. هل حيجوا المجلس؟ والقصد كان إنه بس تنوع بمشروع، ما هي شو المشكلة؟ دائما في تنوع، بس كان التنوع بمشروعين اسمه 8 و14، وكان قبل أيام الشبابية لهم اسمين ودائما كان لهم اسمين. هلا المشكلة ما في اسمين، يعني في 13 من المجتمع المدني حطيهم على الطاولة بجرد لك إنه بيطلعوا أنجأ ثلاثة متفقين مع بعض.
عم نحكي بعدنا بالمجتمع المدني. نعم. إذا بدك تروح على الواقع الطائفي كمان شرحه. لا، لبنان سيارة من 4 دواليب. وهول الدواليب دواليب طائفية. المشكلة بلبنان في دولاب عم بشد لقدام، دولاب عم بشد لورا. تحكي مثل في دولاب حكي الله يرحمه بطرق صفير. هاي الحقيقة هيك. هاي الحقيقة هيك. حقيقة هيك، الواقع هيك. طب اليوم الدولاب السني مبنشر، والدولاب الشيعي ماشي لقدام بسرعة، والدولاب المسيحي ماشي لورا بسرعة، والدولاب الدرزي شمال ويمين، كيف بدها تمشي السيارة؟ ما راح تمشي. المشكلة الأساسية هي في قانون الانتخاب وفي نتائج هذا القانون المعفن. اليوم أنت يا مجلس نواب هلا عم بقول الخماسية أنت مع تغيير قانون الانتخاب؟ أكيد 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 أكيد. لماذا لم يطرح؟ لانه لا بصراحه اللي بيجيب حاله بهيك قانون كيف بغيره؟ هذا القانون مش لازم ينعمل مجلس النواب، لازم ينعمل مجلس ما بعرف الدستوري، بس بالقانون مش هيك، لازم ينعمل بالجامعات، تجتمع الجامعه اليسوعيه مع اللبنانيه مع الامريكيه مع الانطونيه، هالجامعات الكبيره يطلع معهم المفكرين قانون يلتزم فيه مجلس النواب. ما في مريض بيوصف لحاله الدواء ولا يمكن. ما هي المجلس عمل على قياس وجابه، كيف بده يفل؟ وكيف انعمل هالقانون؟ هالقانون عمل انه اللوائح 5 ما بيخسر ولا واحد منكم يا شباب، اللوائح الكبار كل واحد منكم بياخذ معاد اذا عم يعني كل رئيس ليستا هو بيأمن حاله والباقيين بيجوا يدفشوا بهالسياره بس لا توصل لا اكثر ولا اقل، والليستا الاكبر بتاخذ 2 بدل واحد. وين 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 ما فيك تحكمي بلد، معمول قانون وين وين كل الناس تربح. اليوم برئاسة الجمهورية، لماذا هذا التشبث بسليمان فرنجية عند الثنائي الشيعي؟ واحد الفريق الثاني كمان مش مبين انه قادر يوصل مرشح. 2 في تجربة اسمها ميشيل عون، اجا حزب الله تبنى ميشيل عون وقعد 2.5 سنين. ميشيل عون بهذا الوقت عمل اتفاق معراب مع الدكتور سمير جعجع، والرئيس ميشيل عون عمل اتفاق مع الرئيس سعد الحريري أمن وصوله، وكل شيء بينعمل مرة بتتأملي فيه ينعاد مرتين وثلاثة وأربعة. أجا حزب الله قال عنا يعني فرصة. خان الأمانة ميشيل عون؟ لا ما خان الأمانة، لا هذا غير نقاش منناقش فيه، وأنا كنت ضد العهد لما كان العهد، يعني هلا مش مرجل، أنا بصيروا هول بيسبوا إنه على ميشيل عون وكانوا هني حدوا، ما أنا مش مرجل، مرجل إيه وقت كان عهد قوي، أول 2 سنين كنا ضده. زعل حزب الله من ميشيل عون لما عمل اتفاق مع راب ولما عمل اتفاق مع سعد الحريري؟ لا كان عم ينسق معه يعني هو طبعا وهلا سليمان فرنجية اذا قدر يعمل ديل مع جبران او مع سمير جعجع مش رح يزعلوا منه. عم نشوفه عم بيجول، يعني كان عم يتعشى عند عم بجرب بس جنبلاط. برايك بيمشي في جنبلاط؟ جنبلاط قلنا يوم العشاء مع بعتقد صديقنا بسام ابو زيد، جنبلاط واضح عم بيقول له روح طبق يا سمير جعجع يا جبران باسيل وروح جيب نعم سعودية كبيرة. مين أهيل يطبق، جبران باسيل أم سمير جعجع؟ شو اسمه رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون بيكون أسهل يطبقه يمكن. لا صعبة بصراحة، صعبة 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 عند الاثنين، صعبة عند الموارنة، صعبين يعني الموارنة اتفاق مع راب كان حالي عكس السير، ولا بالعادة التاريخ الموراني بالسياسي هو طريق والدليل اللي رجع بنشر. لا الأمور صعبة ومعقدة. بتقولي لي ليش حزب الله مع سليمان فرنجية؟ قلنا أول سبب، ثاني سبب بصراحة الفرنسوية، يعني بعد جمعة واحدة من الفراغ الرئاسي إجر ماكرون بعد لحزب الله، هيك بلشت. نحن مع رئيس جمهورية سليمان فرنجية ورئيس حكومة نواف سليم محسوب 14 أذار، قال له حزب الله ديل تكلنا بس عضل. 14 أذار مش كثير راضيين عن طيب. نواف سليم مش الفكرة، هي انه رئيس حكومة من 14 أذار. نعم سليمان فرنجية رغبة حزب الله نعم، لكن سليمان فرنجية بدأ ترشيحه يأخذ منحة أكثر قوة عبر المبادرة الفرنسية، وبقي الفرنسوية لحد مبارح عم بيقولوا بس نعرف ليش المبادرة الفرنسية صار كيف في ديل صار شيء بيصير. هلا عم ينحكى انه الخماسية بتجتمع بيشرفوا بيجي الفرنساوي او بيعمل مؤتمر صحفي او بيان، وبده يكون بيان شديد اللهجة، لكن انا رأيي لا راح اقدم ولا راح ياخر.
لأنه إذا بده يجي يهدد بالعقوبات، حزب الله كله على عقوبات. الحاج علي حسن خليل معاون السياسي للرئيس بري الأساسي على العقوبات، جبران باسيل على العقوبات، يعني شو بيكون عم بيهدد سمير جعجع؟ وراح أفترض أنا العقوبات اشتغلت وراحوا كل النواب أو يعني أمنوا النصاب. لمين قال في عنا مرشح قادر يأمن الفوز؟ ليش ما بيمشي حزب الله بقائد الجيش وهو ساهم نوعا ما بتمديد له؟ بعد التمديد صار وضع قائد الجيش أصعب، برأيي الشخصي أنا صار وضع قائد الجيش أصعب، لأنه واضح الضغط الدولي كان لصالحه، برأيي ضره وما خدمه، كان بيسوى التمديد يكون لايت أكتر. نعم حزب الله عنده مرشح اسمه سليمان فرنجية، بلغ الفرنسوية وكل العالم احنا معنا مشكل مع العماد جوزيف عون، تجربتنا معه بالجيش ممتازة، بنحترمه وبنقدره، لا فيتو عليه، لكن مرشحنا سليمان فرنجية. بس زعل بهذا الموضوع حزب الله حليفه جبران باسيل، كيف هلأ الوضع بيناتهم في توتر؟ وقت اللي انتخبوا الرئيس ميشيل عون، حزب الله مشي عكس إرادة الرئيس بري، شيك؟ صح. انتخب الرئيس ميشيل عون، اليوم حزب الله مع الرئيس بري بموضوع سليمان فرنجية، مثل ما الرئيس بري كانت تروحه رياضية وقبلها وبتعرفي أمن الجلسة، وقال له كان في ميدع لجلسة يعني، ولو تأخر انتخاب الرئيس ميشيل عون جمعة كان طار، لأنه كان موضوع ترامب شرف لعنا أو شرف على البيت الأبيض. وبالتالي لا، حزب الله عم بيقول مثل ما أنا مشيت مع الرئيس ميشيل عون على عكس إرادة الرئيس بري، اليوم بده يتقبل هو بروح رياضية الموضوع. بس هو مش متقبلها بروح رياضية برأيك؟ مع الوقت بتقبلها. هل هو ما زال حليف لحزب الله؟ لا هو منه حليف، هو لك وعلى القطعة، وحزب الله مش مزعوج منه يعني، وبعتقد هيدي القطعة إلى سنين يعني، حتى بقلب العهد آخر ثلاث سنين كانوا دايما على القطعة. اليوم في مشكلة كمان برئاسة الأركان، برأيك وين رح تميل الدفة؟ شوف المشكلة برئاسة الأركان دايما في مشكل بالظاهر ومشكل بالعمل. منروح على العمل، لأنه الظاهر صار منحكى كتير. المجلس العسكري بعد طائف اجوا قالوا ما بدنا نحط كل الصلاحية عند أيدي الجيش، خلقوا له مجلس عسكري طائفي اللي هو من 6 أعضاء، قائد ماروني أرثوذكسي كوتيلي سني وشيعي ودرزي، الدرزي له رئيس أركان. اليوم في 3 موجودين اللي هن الماروني قائد الجيش، اللي هن السني، واللي هن الكوتيلي، وفي فراغ بالشيعي والدرزي والأرثوذكسي. درزي اتفقوا عليه العميد عودة حسن عودة بمباركة ولي جنبلاط، والشيعي ما في نقاش اللي هو العميد رياض علام بمباركة الرئيس بري وحزب الله. بقي الأرثوذكسي، أجيب مئاتي عنده واحد، وزير الدفاع عنده واحد، وقائد الجيش عنده واحد، وبالتالي الخلاف ليس على رئيس الأركان، الخلاف على الأرثوذكسي. وزير الدفاع لينعو يمشي بالاقتراحات مع قائد الجيش، لأنه هيدي بدها 2 يعني، بدها اقتراح قائد الجيش ومرسوم بيبعته وزير الدفاع. صح. بدك تحلي مشكلة الأرثوذكسي في الإعلام، الاختلاف على رئيس الأركان الدرزي، لكن في الجوهر الاختلاف على الأرثوذكس. مين بيمون على على وزير الدفاع؟ بالدرجة الأولى الرئيس ميشيل عون، بالدرجة الأولى هو أنت ونازلي. اللي عم بيتصرف وزير الدفاع هو دستوري مثل ما أنت بتشوف؟ لكن قال لك شيء، وقت اللي تمدد لقائد الجيش مجلس النواب، استقبل وزير الدفاع لقائد الجيش وقال له أنت اليوم شرعي ونحن عم نتعاطى مع بعضنا البعض. اتفاق الطائف خلى الوزير يكون ملك، يعني اليوم اذا حضرتك عندك معاملة بوزارة الصحة، واجت كل رؤساء المصالح والادارات والمدير العام قالوا لا 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 للمعاملة، في لقط ألم وزير الصحة اعطيناه مثل يقول على مسؤوليتي بيمشي. هل تقاعس وزير الدفاع؟ وزير الدفاع عم بيقول خي، مثل ما الوزير الشيعي وزير المالية بيروح بصلاحياته للآخر، مثل ما الوزير السني بالداخلية بيروح بصلاحياته للآخر، ليه الوزير المسيحي ما له حق يروح بصلاحياته للآخر؟ ما بعرفه، تبي بحياتي مش شايفه لا حكي ولا حكيني، بس هذا المنطق اللي هو عم يحكيه.
هالمنطق يعني مقبول بيفكر فيه الواحد خي. طب ليش معلي سوري وزير المالية اللي هو صديقي وخي اللي بدب المرسوم في دبه 10 سنين مين بيقول له مرحبا؟ بيقول لك صلاحيتي. طب ليه وزير المسيحي مش صلاحيته؟ هاي كيف بتقرا سحب مذكره للوزير فنيانوس؟ والفنيانوس هو بنى سحب مذكرته على سحب مذكره الحاج علي حسن خليل. الحاج علي حسن خليل اجى قدم مطالعه قانونيه. شو بتقول؟ بتقول مدعي عام التمييز ابطل اجراءات القاضي طارق البيطار واخلى سبيل الموقوفين. اذا تلقائيا بما انه اخلى هيدي يعني المذكره لاغي لانه هن كانوا بنفس القرار. نعم. هذا اللي صار. وقت اللي عملها الحاج علي حسن خليل مع القاضي عماد ابلان بنى عليها يوسف فنيانوس مع صبوح واخذ مع الرئيس صبوح واخذ هيدا قانونيه برايك؟ اكيد قانونيه، اكيد قانونيه لانه شرعت الخطوه اللي قبل. الخطوه اللي قبل كانت قانونية. اللي هي لغيت هيديك. هلا صرنا بغير نقاش، صرنا بدك تجيب على القضاء ليس مسيس لبنان. أكتر شيء مسيس المستشفى، مسيس الفوتبول، مسيس الباسكتبول، مسيس ولك الصلاة والقداس، مسيس. وشو المسيس؟ شو أنا جاي من السويد؟ لا مسيس. أنت مسيس أكيد مسيس، وإلا ما كنت هون اليوم. تنختم، هل نجيب ميقاتي عم يلعب أو عم يتعدى على دور صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب؟ في منطقين، وفي منطقين دستوريين. المنطق الأول بيقول أنه بتصريف الأعمال لا يحق للحكومة أنه تتمادى في هذه الصلاحيات، وبتسمع كتير من الأساتذة يلي بيحكوا بهذه النظرية. وفي منطق تاني لأساتذة محترمين، والبعض منهم حتى إذا بدك إني بالجو اليمين المسيح، بتسمعيهم على الشاشات عم بيقولوا مبدأ تصريف الأعمال انعمل أنه أسبوع أسبوعين مش سنتين، وبالتالي بما أنه تصريف الأعمال صار وقته أطول صار من حق الحكومة توسع أكتر. مش أنا اللي بدافع عن نجيب ميقاتي، لا مبارح ولا اليوم ولا بكرة، لكن في منطقين بحاجة لدرس. الحل ينزلوا الموارنة أو يطلعوا الموارنة عبكرك النواب 27 يعملوا فوتينج ويتفقوا على اسم وينزلوا على مجلس النواب ويقولوا نحن معتصمين ليشرفوا كل بقية الطوائف والناس ونعمل جلسة وننتخب الرئيس اللي اتفقنا عليه. مثل ما الشيعة هذه دعوة عم تدعيون اياها يعني على امل بلا ما نقعد الناقر بالحكومة والصلاحية. خي طاعوا نحن ننزم امر نطلع خي بيطلعوا كلهم بيطلعوا برأي كل الموارنة بيطلعوا على عناية يعني بيطلعوا الموارنة كلهم على هي المشكلة هون بس ما مسيسين مشكلة هون بدهم يطلعوا بيقبل اذا طلعوا الموارنة وما طلع رئيس فرنجية هو بيقبل برأيك؟ ايه بيلزموا الباقيين. والرئيس بري لما دعاهم لحوار غلطوا مراحل غلط انتبه غلط وما راح. الفريق المسلم يمد صلاحياته على على صلاحيات الرئيس المسيحي لأنه غائب، لأنه غائب ولا يريد هذا الحضور. لكسر هذا الأمر يجب حضور المسيحيين. مسيحيين بدهم يطلعوا يعني المال السايب بعلم الناس طبعا طبعا وهيك وبالقلب. وقت اللي كانت المارونية السياسية بلبنان كان المسلمين ما بعرف شو ملتهيين، الماروني طلع لقى فراغ عبى هذا الفراغ. دائما هيك طائفة اللي بتغيب بتعبي الطائفة الثانية محلها. هذه هي المعادلة بكل جرأة بكل شجاعة. المسيحيين إذا هلا بيطلعوا على بكركي أو بيروحوا على الفاتيكان أو بيطلعوا على الناية أو بينزلوا على ساحة النجمة بمجلس النواب يعملوا فوتينج بيقولوا اللي بيربح نحن بنسلم فيه، بيجبروا الباقيين يمشوا فيه. على امل مبادرتك تلاقي صدى. فكرة لا حلوه كثير المبادره هيدا رح نطلق فيها من هيدا البرنامج. مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت، بدي اشكرك نشكر استضافتك لنا. شكرا لحضرتك خوفوني كثير قالوا لي شو بدك فيها لا ليه لا لكن انا يعني سعيد بهالاطلاق. انا كمان ان شاء الله يكونوا المشاهدين عم يستفيدوا منها. شكرا. نحن في لبنان فريقين كنا وسنبقى، كانوا يسمونا يمين ويسار بالزمن الشيوعي 8-14 بعدين 8-14 واليوم مين مع حزب الله ويوم مين ضد حزب الله. للي هون رح يقنع اللي هونيك يجي لعنده، وللي هونيك رح يقنع اللي هون يجي لعنده، لكن دائما في مساحة مشتركة هي
الحقيقة والواقعية، أو حب الوطن، أو نحب بلدنا ونشتغل لكرمال بلدنا، بده يكون واحد، ما يكون عنا أجندات خارجية. شو رأيك بهذا الموضوع؟ بده يكون واحد واقعي. الخارج يتدخل في كل شيء. اليوم بعد روسيا وأوكرانيا ما عاد في شيء اسمه داخل وخارج. اليوم الانتخابات بفرنسا، وقت اللي بتشوفي المرشحين بيقولوا لك هذا المرشح الأقرب للناتو، هذا المرشح الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، هذا أبعد. ببريطانيا ذات الشيء، وما كان ذات الشيء. نحن مش عايشين بجزيرة. الخارج سيبقى يؤثر في لبنان، كان يؤثر واليوم يؤثر وغدا سيؤثر، لكن في ملفات مثل مرضى السرطان، انه هيدي أدوية مرضى السرطان يعني بدها كتير عبقرية. كان في مركز بالكارانتينا يحطوا هالدواء فيه وتنزل الناس كلها من كل المناطق والطوائف تاخذ الدواء، نحط بالمستشفيات، صارت المستشفيات شي بيقرط الدواء، شي بيسيس الدواء، شي بيوزع الدواء. قصة غريبة عجيبة، انه هي قصة السرطان بدها علاج استراتيجي ودولي، ولا بدها انه اثنين يجوا يحكوا مع بعضهم بيفهموا بهي الشغله ويحلوها؟ هاي مثل فيه، اعطيك 100 مثل من بعد. صح. على امل انه نقدر نحل مشاكلنا الداخليه قبل ما نطلع على مشاكل الخارجيه. شكرا كثير لحضرتك. مشاهدينا، ملتقانا الاسبوع المقبل مع ضيف جديد. تصبحوا على خير.